اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه تحفه، هنحول الملكه إلسا لايه؟ لابل وايت. ايه ده؟ بصوا يا اصحابي اللعبه الفظيعه دي، ادي اول حاجه معانا الملكه إلسا. بصوا شعرها ملماه ازاي ولابسه تاج لونه ازرق، هنغيرها خالص دلوقتي، هنشيل التاج بتاعها وهنحولها زي عروسه ابل وايت. اول حاجه هنحط الباروكه على شعرها كده اهو زي ما انتوا شايفين، يكون شعرها طويل لونه اصفر لافف زي العروسة دي بالظبط. فاضلنا ايه بقى يا صحابي؟ عينيها نفس العين وبقها نفس البق، فاضلنا بس التاج بتاعها اللي هو بصوا زي ما انتوا شايفين لونه احمر في ايه، في ذهبي. بصوا التاج فيه فيونكة حمراء وعليه حاجة لونها ايه، ذهبي بتوكة كمان. فاحنا هنجيب لكم دلوقتي الحاجات اللي احنا هنحتاجها وهنصنع مع بعض التاج بتاعها. اول حاجة جبت لكم النص بتاع اللي هي البيضة اللي هي اللي عندي مفاجأة البيضة دي اللي لونها اصفر، وتاني حاجة جبت لكم اللي هو يعني زي قماش لونه احمر كده، ونجيب اي استك ونجيب دي الستيكرز اللي هنلزقها على التاج بتاعنا. فاضل ايه؟ بصوا زي ورق فرغ كده لونه اصفر، ده هنقصه ونعمل بيه التاج. هوريكم كل حاجة بالخطوات واحدة واحدة هنصنع ايه، وده الدبوس اللي احنا هنحتاجه. اول حاجة اللي هو القماش او زي كيس هدايا، قماش هدايا عادي، ممكن نجيب اي حاجة عندنا لونها احمر في البيت وهنطبقها كده اهو ونلفها عشان نعملها على شكل فيونكة. بصوا اديني فردتها كده، وبعدين هنطبقها بقى مع بعض اهو. بصوا ده اول جزء وده تاني جزء، زي ما انا وريتكم طبقتها زي ما كده، هنكشكشها كده من النص وتبقى عامله لي في الاخر شكل فيونكة جميل قوي زي ما انتوا شايفين. طيب كده الفيونكة بتاعتي الحمرة دي جاهزة، هنربطها باول استك معايا او ايه، او خيط اصفر عادي، يعني ممكن نربطها بخيط او استك، اي حاجة عندنا نقدر ان احنا نربط بيها. وكده نكون جهزنا الفيونكة بتاعتي، هنلزقها بقى على النص بتاع البيضة ملايين البيضة المفاجأة اللي بتيجي فيها جواها اللعبة دي، اهي لزقناها كمان بايه، بشريط سوليتاب. بعدين بنرص بقى اللي هي ورقة الفرغ اللي عندي، هنعملها ايه، هنقصها بالشكل المستطيل ده، بعدين هنجيب المقص ونقص بقى ايه زجزاج مثلثات بطريقة سهلة جدا عشان نعمل التاج بتاعنا. واو بصوا شكل التاج بقى حلو ازاي، هنلفه كده حوالين النص بتاع البيضة. اهو كده هنلفه من الناحية التانية، وبكده يكون التاج بتاعي تقريبا قرب خلاص يخلص. اهو بعد ما لزقناه نجيب الدبوس بقى عشان نتأكد ان هو ما ايه ما يطلعش منه، وهنحطه هنلزقه بقى على الأميرة بتاعتنا الأميرة إلسا بالحبل المطاطي. واو بصوا شكل التاج على راسها حلو ازاي، هنحط بقى عليه الستيكرز، ودي تكون اخر حاجة عندنا النهاردة. واو 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 بصوا بقى شكلها حلو ازاي، انا معجبه جدا بالتاج اللي احنا عملناه، بقيت فعلا شبه ايه العروسه ابل وايت بتاعتي، غيرنا خالص الملكه إلسا. ما حدش ابدا كان يتوقع الملكه إلسا هتبقى شبه فعلا ابل وايت بالطريقه دي. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في العروسه بعد ما حولناها من الملكه إلسا لعروسه ابل وايت. هستنى الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو الفظيع ده، وازاي نقدر احنا نعمل اي ملابس تنكريه بالمنظر ده عشان نخرج بيه، ونعمل ان احنا ايه الابل وايت برضو لما لو عندنا حفله في المدرسه او كده. ما تنسوش يا صحابي تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هستنى الكومنتات بتاعتكم، متوحشوني قوي يا صحابي، باي باي.